ممكن حق عندي. اوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. لكل اللي بيسمعونا حب اليوم، أرحب بضيفنا العزيز اللي معانا اليوم، دكتور معتز هاشم، استشاري الجهاز الهضمي وأمراض وزراعة الكبد. نورتنا دكتور، أهلا وسهلا بك. إن شاء الله كده حتكون ساعة جميلة معاك إن شاء الله بإذن الله. الله يسعدك، شكرا دكتورة داليا على الاستضافة، وشكرا للجمعية السعودية لأمراض وجراحة اللثة، وإن شاء الله يا رب إنها ساعة مفيدة ونتكلم عن الجهاز الهضمي والأسنان ونفيد الناس إن شاء الله يا رب. إن شاء الله بإذن الله. طيب دكتور، الحلقة يعني صراحة نار، كل الناس بتنتظر أسئلة مرة كتير، فإحنا إن شاء الله يا رب نحاول نغطي قدر الإمكان. فبداية حابة يعني من حضرتك إنك تدينا ملخ يعني كده مقدمة عن إيش هو الجهاز الهضمي، تعريف الجهاز الهضمي، الناس بتشتكي من إيش، يعني نسمع جهاز هضمي بس هو إيش، هو إيش الأمراض اللي عندنا في السعودية موجودة؟ خلينا نعرفهم بهذا، نبدأ بالتعريف إن شاء الله. حنتكلم عن الجهاز الهضمي بالتفصيل. يمكن قبل ما حبدأ، النقطة الأولى اللي إن شاء الله يا رب إذا ما طلعنا من الحلقة هذه إلا بيها، هي اللي حنعيدها في الأخير. إحنا بنسوي هذه الساعة، وزي ما تفضلتي وتكلمتي معايا قبل كده دكتورة داليا، عشان نوري الناس أهمية العلاقة بين التخصصات الطبية. ما في شيء اسمه تخصص لوحده كده طاير. أنا عارف إنه في الوضع اللي إحنا فيه، التخصصات الدقيقة والسب سبيشاليتي، صار جميل إنه الواحد مبدع في تخصص دقيق، بس لازم دائما نعرف إنه في الأخير هذا الإنسان عبارة عن هذه الأجهزة كلها، وكلها في بينها تواصل، وكل ما كان في تعاون بين هذه التخصصات كل ما حنفيد مرضانا أكثر. الجهاز الهضمي هو جهاز الهدف منه زي ما هو في اسمه الهضم، وهذا الجهاز مقسم عندنا إحنا إلى حاجتين. حاجة اسمها اللومينال، يعني الجهاز الهضمي الداخلي، وهذا اللي هو يبدأ من الفم إلى المريء إلى المعدة إلى الاثنى عشر، وبعد الاثنى عشر باقي الأمعاء الدقيقة الستة متر حقتها كلها إلى الأمعاء الغليظة اللي هي القولون يسموها، وبعدين على فتحة الشرج والمستقيم. وأيضاً في جزء اللي يسموه الهيباتوبيليري، أو هو الجزء حق المرارة والكبد والبنكرياس. إذا إحنا لما نفكر في الجهاز الهضمي نفكر في هذا كله، عشان كده حتلاقينا لما نتكلم اليوم على الأمراض حنتكلم على أمراض جية في مريء، وأمراض جية في معدة، وأمراض جية في أمعاء دقيقة، وأمراض في أمعاء غليظة، بعضها في كبد بنكرياس. هذا كله في الأخير هو الجهاز الهضمي. صحيح أن الهدف الأساسي منه، بغض النظر عن كل واحد إيش وظيفته، الهدف الأساسي أنه يساعدنا إحنا في هضم طعامنا، وله وظائف عديدة خصوصا الكبد مثلا في أشياء كثيرة، لكنه يظل الهدف الرئيس هو دائما الهضم. جميل جميل، تقسيمة رائعة دكتور، الله يديك العافية. طيب خلينا نتكلم الآن إيش الأمراض اللي يعني منتشرة في الجهاز الهضمي، بدأت من نركز هنا على الشعب السعودي، يعني في الأجواء إيش الناس بتشتكي أكثر حاجة؟ والناس اللي بيسمعونا ترى عارفين، يعني أغلب هذه الأمراض اللي أنا حتكلم عليها هي أمراض أغلبنا يا سمع عنها يا مر بيها. خلينا نأخذ بعض منها. مثلا المريء عندك أشهر مرض في العالم، وبالذات أيضا عندنا في المجتمع السعودي والخليجي، هو ارتجاع المريء، أو ما يسمى طبيا gastroesophageal reflux disease. في بعدها في المعدة مثلا أشهر مرض حاجة اسمها التهاب جدار المعدة أو المعدة العصبية وقرحة المعدة. تنزل على الأمعاء الدقيقة في مرض السيلياك أو حساسية الجلوتين، في مرض كرونز أو تقرحات الأمعاء، تنزل على القولون في القولون التقرحي أي وجود التقرحات في القولون، وبعدين أشهر مرض في العالم كله اللي هو القولون العصبي، واللي أيضا موجود بكميات كبيرة بنشوفه في العيادات. يمكن هذه هي أشهر أمراض الجهاز الهضمي. طبعاً في غيرها مئات الأمراض اللي ممكن تتشابه معها في الأعراض، لكن أكثر شيء فعلاً بنشوفه في العيادة هي هذه الأمراض. طيب خلينا نبدأ، معناته نفصل واحد واحد، نبدأ نفصل فيه عشان إيش نغطيها إن شاء الله يا رب قدر الإمكان. طيب الارتجاع المريء، يعني أنا شخصياً أصلاً بعاني منه، فارتجاع كلنا والله يا دكتور كلنا صحيح زي ما قلت ترى هم شكلهم أكثر شيء. حتلاقيني حتى لما أتكلم على هذه أمراض الجهاز الهضمي، في بعضها أمراض فيها تقرحات أو فيها يعني تغيرات زي كرون زي القولون التقرحي، أمراض مناعية. وبعدين في حاجة في الجهاز الهضمي اسمها الأمراض الوظيفية،
أي أن هذا العضو لما نشوفه بعينك ترى العضو قاعد ويسوي شغله أو بشكل يعني ما في انسدادات، ما في تقرحات، ما في شيء قافله، لكن وظيفته فيها مشكلة، وهذه الوظيفة تكون بسبب توترات عصبية. وحتلاقينا نرمي موضوع التوتر هذا كذا مرة، مدام جبنا سيرة الجهاز الهضمي إذن دائما حنجيب سيرة التوتر، وأشهر واحد القولون العصبي. بس خلينا نبدأ بموضوع ارتجاع المريء. أنا وإنتي وأي شخص تاني أول ما حياكل الأكل حيجي من الفم، يروح المريء، بعد المريء المفروض في فتحة كده يسموها gastroesophageal junction أو فوهة المعدة، اللي هي الفتحة بين المريء وبين المعدة. المريء هدفه الحقيقي في عندنا إنه هو أنبوبة توصل، يعني حقيقة ما في هضم حقيقي يحدث في هذا المريء، هو هذه الأنبوبة بس كده تنقبض على أساس الأكل ينزل، وبعدين عند الفتحة هذه المفروض إنه أول ما ينزل الأكل الفتحة هذه تقفل عشان لا يرجع الأكل ولا ترجع الأحماض حقة المعدة. فلسبب أو لآخر عندما يكون هنالك اضطراب في هذه عمل هذه الفوهة أو عمل هذا السفنكتر أو عمل هذا الصمام اللي بين المريء والمعدة ويكون مفتوح أو يكون مرخي الضغط حقه فيكون ريلاكس، فحتلاقي الأحماض اللي موجودة في المعدة، وهذه الأحماض ربنا خالقها على أساس تساعدنا في الهضم وهي دورها مهم جدا، لكن هذه الأحماض لو بدأت تطلع على فوق تركيبة المريء غير تركيبة المعدة. المعدة ربنا خالقها تتحمل هذا الحمض، تتحمل الأسيد اللي هو ممكن يوصل لواحد 1.5، المريء غير، خلايا غير. فلو رجع الحمض من المعدة إلى المريء هذه الرجعة إحنا نسميها ارتجاع أو ريفلكس. فهذا الارتجاع هو اللي إحنا نسميه ارتجاع المريء. طبعا له هو أسباب، مو بس إنه الصمام، لكن أشهر شيء يخلينا نركز عليه هو gastroesophageal reflux disease أو ارتجاع المريء بسبب ضعف هذا الصمام أو عدم قدرته على تأدية وظيفته. طب ليه ما بيسوي شغله؟ الصمام هذا ممكن يكون فيه فتاق، يعني ممكن يكون فيه فتاق في العضلة اللي احنا نسميها هياتال هيرنيا. الصمام هذا أيضا أنا ممكن أكل أكلات ترخي، يعني تخليه كده مرخي عضلاته، مرخي ضغطه، منها الشوكولات، منها القهوة، منها الطماطم، منها الثوم، منها النعناع، القهوة والتدخين، أشياء يعني إحنا نسويها في حياتنا اليومية بشكل عادي، لكن لما أنت فجأة تلاقي نفسك شارب لي 4-5 قهوة كل يوم وبعدين تقول فجأة جاني ارتجاع، ولا أخذ نص كيلو ثوم وبعده كاسة نعناع، فطبيعي أن يرخى هذا الصمام فتبدأ هذه الأحماض ترجع. لو رجعت تيجي على شكل أعراض، هذه الأعراض ممكن تكون typical اللي كلنا نسمعها عادة، والله أنا عندي حرارة، عندي حرقة، عندي حموضة، حاسس الأكل بيرجع زي ما هو، نغزات تجيني في الصدر، أو إنه الحمض ممكن يعمل أعراض شوية نادرة atypical اللي هي كلها فوق هنا، أنا حاسس الحنجرة عندي فيها التهاب في الحلق متكرر، أنا يجيني التهاب في الجيوب الأنفية متكرر، أنا يجيني التهاب في الآذان، أوتايتس إحنا عندنا ميديا ممكن يجي معاه. فكل هذه الأعراض تكون أعراض في الحقيقة هي لارتجاع المريء، وبما أنه وصلنا هنا فأكيد الفم والأسنان واللثة هي جزء من المشكلة. وطبعاً يعني حتلاقي على مدار حلقة اليوم حاجي أوقف عند الأسنان واللثة وأقول لك الله خليكي أنت أخبر مني مليون مرة، فأكيد حتعرفي أكثر مني، بس إحنا بنسمع وبنشوف من هذول المرضى اللي بيشتكي من تغير طعم الفم أو مرارة الفم، من رائحة الفم إنها تتغير، إنه يحصل أحياناً إروجنز أو زي التقرحات البسيطة كده عند تآكل في مين الأسنان أحياناً، هذه كلها أعراض ممكن تكون مصاحبة لهذا المرض اللي هو منتشر اللي هو يسمى مرض ارتجاع المريء أو gastroesophageal reflux. فعلا دكتور، يعني إحنا كثير المرضى بيجوا يعني بيشتكوا، الآن ما بنتكلم على إيه لأنه السبب الأسنان وعنده مشاكل في اللثة أو كده، هو بيجي بيقول إنه أنا عندي رائحة، عندي أو طعم حموضة أو إنه كده تغير، نيجي نكشف عليه يعني ما عنده ذاك، ما في تسوس، ما في التهاب لثة. ف المفروض في هذه اللحظة نبدأ نفكر إنه الموضوع مو بس فم، الموضوع أكبر من كده، إنه يعني يا ما الأسباب الثانية اللي ممكن يكون عنده أي مشاكل في الجهاز التنفسي أو إنه مشاكل في المعدة والجهاز الهضمي، فنبدأ يعني إنه المريض لازم يتوجه ويشوف إنه مو كل شيء الفم. كمان بس حابة أضيف دكتور إنه هذه حكاية الحموضة
ارتفاع المريء اللي بتسبب يعني نلاقي من السطح الداخلي الأسنان الأمامية دائما بيكون متاكل، أو إنه اللي هي المولرز هذه اللي هي الطواحن بتكون متاكلة. وكمان الحموضة بتسبب لنا تسوسات، لأنه الفم دائما احنا نبغى دائما الوسط القاعدي عندنا أفضل من الوسط الحامضي، فالحمض دائما بيش بيسوي، بيساعد البكتيريا إنها تنمو، فبالتالي التسوس بيزيد، المرارة بتزيد، اللثة بيصير لها حساسية. فهذه كلها فعلا زي ما تفضلت انها يعني شوف قديش الكونكشنز اللي واحد سبحان الله، يعني انا اليوم اول مره اعرف انه حتى التهاب الجيوب ممكن يكون من ارتفاع المريء، فان الواحد ما يخطر في باله انه هذه كلها ممكن تكون اعراضه. على سيرة اللي دوبنا كنا بنقوله رائحة الفم، ترى هو من الأشياء اللي جدا جدا منتشرة طبعا عندنا في المملكة وبنشوفها في العيادات. وأنا بالعكس، يعني زي ما أنت كنت بتقولي لهم خلينا نفكر ترى احنا في الجهاز الهضمي، احنا نقول لهم اسمع، صحيح أن الجهاز الهضمي سبب ارتجاع المريء، جرثومة المعدة، التهاب المعدة إلى آخره، لكن أنا ما حارتاح لما تطمني أنك في الأول شفت الأسنان وشفت اللثة وكشفت على هذا كله، عشان لا يقعد يضيع المريض في النص، فماني تلاقيه مسكين يقعد يعالج 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 في مشكلة ويأخذ أدوية وإلى آخره دون النظر إلى حل أولي ممكن يكون، هي البوابة، فلازم تبدأ منها دائما. جميل، أكيد أنا سعيدة جدا بهذا الكلام، إن شاء الله إنه كل المستمعين يعني انتبهوا لهذه النقطة بالذات، إنه كله مع بعض، يعني ما في شيء اسمه بس حاجة واحدة والتانية، هو كلها يعني مرتبطة ببعض. تمام، طيب دكتور كيف الواحد يعني يبدأ، يعني كيف ممكن غير جاته الأعراض، كيف أنتوا بتشخصوه، كيف بتعرف إنه فعلا عنده ارتجاع في المريء؟ Right. So, ارتجاع المريء كمرض حقيقة تشخيصه إكلينيكي، بمعنى أنه تشخيصه هو بسماع الأعراض الهيستوري أو أخذ التاريخ المرضي جيدا، هذا هو الأهم. بعدين طبعا أنت لما في بعض الحالات على حسب استجابة هذا الإنسان للأدوية، اللي هي الأدوية اللي احنا نسميها بروتون بامب انهيبيتر، أو الأدوية اللي تخفف كمية الحمض اللي طالع. هي الفكرة كلها أنه المشكلة الصمام، فأنت يعني ما انت عارف هو في فتاق ولا ما في فتاق، لانك ما عملت منظار لسه، هذا اول يوم انت تشوف الانسان. انت بس بالسماع الاعراض عارف انه في ارتجاع، فتبى تخفف كميه الحمض اللي طالعه، وفي نفس الوقت تعطي له نصائح، تقول له يا ابني ما ينفع انت تاكل وتنام على طول، لازم يكون في 3 ساعات بين الاكل والنوم، يفضل انه احنا الاكلات اللي تكلمنا عليها هذه نخففها، قهوه، دخان، طماطم الى اخره، يعني اشياء سمبل بسيطه نبدا بيها ونشوف. بعدين على حسب، إذا المريض مثلاً واحد فوق 60 والأعراض هذه جديدة، احتمالية أني أبدأ بمنظار أكبر من شخص في 20 مثلاً وهذه الأعراض في استجابة للأدوية. هل في حالات تحتاج مناظير؟ نعم. هل المنظار ممكن يبين تقرحات أو التهابات في المريء؟ نعم. هل المنظار ممكن يكون طبيعي ما يوريني ولا حاجة؟ برضو نعم. في حالات تحتاج مني حتى قياس حمض أحياناً، فكل حقيقة يعتمد على حسب الحالة، لكن بسبب انتشار ارتجاع المريء بشكل كبير دائماً إحنا نقول إنه التشخيص إكلينيكي مبني على الأعراض. طبعاً هذا مرض ارتجاع المريء نفسه، لكن نفس عرض الحموضة كعرض، الحين أنا وإنتي لو جانا حموضة لو خبصنا في الأكل مرة في الشهر هذا ما هو مرض، لكن لو أصبح متكرر أنا 2 مرات في الأسبوع 3 مرات في الأسبوع بيتعاد علي، ساعتها أبدأ أفكر فيه في مرض. نفس الحموضة هذه ممكن تكون غير الارتجاع جاية من تحت، يعني تكون المعدة أصلاً بطيئة ما بتفرغ الأكل اللي فيها لسبب أو لآخر، أو نادراً يكون في حصوات مرارة عند الإنسان والإنسانة جاية بهذا الشكل. فلازم أنت كطبيب تفكر في كل الاحتمالات، الأشهر والأغلب أن هذا ارتجاع الحمض المريئي ونعامل هذا الإنسان كذلك ونعالجه كذلك، بس نفكر في الخيارات الأخرى. تمام، طيب دكتور أنا بس بتكلم كمان على حكاية الأدوية. الآن دواء الحموضة كثير ناس شربتهم، ويعني طول الوقت بياخدوه عمال على بطال، وأي أحد عنده حموضة يلا بياخده، أو إنه حتى في ناس ما تعرف ليش بياخدوه يعني بس كده. ففعلاً في أبيوز أو إنه يعني بكثرة، هل إيش مضاره؟ هل على يعني على المدى الطويل لمتى أنتوا يعني فعلاً يعني هل هو فعلاً كده الواحد لازم يفضل حياته كلها ياخده، ولا إيش كيف يعني؟ هتلاقي صنفين من البشر، صنف يطلع الشيطان الرجيم وفي كل مشاكل هذه الحياة، وصنف ياخده طول حياته، والاثنين مو صح.
تمام؟ يعني كل شيء في الطب له نفع وله ضرر. الأهم هنا إنك أنت تفهم من جد إيش الحالة اللي قدامك وإيش الأعراض الجانبية اللي أنت فاهمها أو قاريها. أدوية المعدة من عائلة البروتون بامب إنهبيتر اللي هي نيكسيا موبنتازولو لانزبرازولو ديكسلنت وإلى آخره من هذه الأدوية، هي أدوية لها استخدامات في قرحة المعدة، لها استخدامات في ارتجاع المريء، لها استخدامات كثيرة، ولكن أعراضها الجانبية أيضا معروفة بالنسبة لنا. إحنا نعرف إنه كل ما طولت المدة اللي الواحد يأخذ هذه الأدوية هو معرض أكثر من غيره إنه يكون عنده نقص مثلا في الحديد أو نقص في B12 أو نقص في المغنيسيوم، هو معرض حسب الدراسات أكثر من غيره إنه ممكن تحدث هشاشة عظام في النساء بالذات خصوصا بعد سنوات متتالية، معرض لتكاثر بكتيريا الأمعاء لأنك بتنقص حمض المعدة فممكن يجيهم سيبو أو ما يسمى تكاثر بكتيريا الأمعاء. إذن هذه أعراض جانبية حقيقية، لكن مو الحل أني ما أخذ الأدوية، ومو الحل أنه خلاص أنا أوقف من راسي، ولا الحل أني أقعد عليها دائما. إحنا نقول يجب على المريض أن يكون مع طبيبه دائما يحاول يسحب هذه الأدوية إذا يقدر، وإذا ما يقدر في حالات صعبة أو في حالات أصلاً ما أبغى أوقفها، لو مثلاً مشكلة يسموها مرض نادر حساسية المريء، أو المشكلة مثلاً قرحة حقيقية حاصلة الآن أو وأحتاج أكملها، إذن أنا أحاول أن أكون على أقل جرعة ممكنة اللي هي تعطيني هذه الفائدة وأخفف الضرر منها. فالفكرة كلها إنه أنا لازم أفهم أنا بعالج مين وبعالج لمدة كم، لكن إنه خذ الأربعين دي مرتين في اليوم وقعد عليها الثلاثين سنة الجاية ما هو صح، وإني أجيك وأقول لك يا أبوي هذه الأدوية ترى حتقتلك تاني يوم لما تأخذها وتسوي كل شيء، برضو ما هو صح. جميل دكتور، جميل، يديك العافية. طيب خلينا ننتقل على النوع الثاني اللي هو الآن على المعدة. المعدة خلينا نتكلم عنها برضو لأنه كمان كثير ناس بتعاني من قرحة المعدة، أسبابها برضو إيش كيف ممكن يشخصها وعلاجها. دحين الأكل كان في المريء، راح الفتحة دي نزل جاء على المعدة، المعدة لسه قاعدين نقول إنه فيها الحمض، الحمض هذا لو تكبيه على الطاولة اللي جنبك حيحرقها. ربنا خالقنا بأشياء تحمي جدار المعدة سواء ميوكس ممبرين إلى آخره، في أشياء إحنا لو سويناها أو هي لو موجودة هذه الحماية تروح، يعني أنا قدرة هذه المعدة أن تحمي نفسها تقل. كمثال لو هذا الإنسان يأخذ مسكنات كثيرة خصوصا مسكنات من عائلة الإنسيدز إحنا نسميها اللي هي البروفين والفولترين والرابيدس اللي دائما إحنا نقول لهم اللي يكتبوها دكاترة الأسنان كمثال يعني، أو دكاترة المفاصل، فهذا أحد الأشياء اللي بيننا إحنا وبين أطباء الأسنان اللي مهم يكون في تفاهم أو معرفة. طب هو مين اللي يحتاجها فعلا؟ حياخدها لمدة كم؟ طبعا مو صح أني ما أكتب، يعني مو صح أني أخلي الإنسان في ألم مسكين وما أكتب له مسكنات، وبرضو لازم أشرح أنا كم حيقعد على هذه الجرعات وأشرح له ترى خطر أو ما هي الأعراض الجانبية. لو في هذه المسكنات بكثرة أو لو هذا الإنسان عنده جرثومة معدة، وجرثومة المعدة موجودة عند 50-60% من الناس، فأغلبهم ما تسوي شيء، لكن في نسبة بسيطة هذه الجرثومة ممكن تشيل هذه الحماية وتبدأ تسبب التهابات أو تقرحات في هذه المعدة. فلو راحت هذه الحماية تبدأ المعدة تلتهب، وهذا الالتهاب ممكن يؤدي إلى تقرحات وممكن يصل إلى قرحة المعدة. إذن أشهر سببين في العالم لقرحة المعدة في هذا الكون هي جرثومة المعدة وهي المسكنات اللاستيرودية زي البروفين والفولترين والرابيدس وإلى آخره. بعدين في أمراض تانية في المعدة أعراضها نسخة، يعني بالحرف نفس قرحة المعدة دي اللي هو الألم اللي يجيني ببطني مع عسر الهضم مع التكريع والتجشؤ مع النغزات اللي تجيني وتروح الظهر أحيانا واللي يشتكوا منها الناس كلهم، بس تخش ما تلاقي قرحة، يعني تخش ما تلاقي ذلك التقرح، تلاقي حاجة اسمها نن ألسر ديسببسيا أو عسر هضم غير قرحي اللي احنا نسميه معدة عصبية اللي هو ممكن يجي من توترات نفسية، وزي ما قلت لك حتلاقيني يمكن 15 مرة اليوم أعيدها ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية أيضا لأنها تؤثر على هذا الجهاز الهضمي. لكن إذا حنطلع معلومة منها، نعم قرحة المعدة هي
أحد أشهر الأمراض اللي تجي، ممكن تجي في المعدة نفسها أو في بداية الاثنى عشر. أشهر سببين لها هم جرثومة المعدة والمسكنات اللاستيرويدية. هذه القرحة هي نفسها ممكن تنقض دم زيها زي أي تقرح في الجسم، عشان كده ممكن يجي معاهم نقص في الحديد أو يجي معاهم نزول دم في البراز، أو هذه أحد مضاعفاتها. نقص الحديد هذا، احنا اليوم لما بنتكلم على العلاقه بين الجهاز الهضمي وبين الاسنان واللثه، فهذه العلاقه هي اما المرض نفسه قاعد يعمل اعراض في الفم واللثه، واما ان هذا المرض سبب نقص في فيتامينات او عناصر للجسم فجات على شكل اعراض في الاسنان واللثه، واما ان الادويه اللي انا استخدمها لسبب او لاخر زي في كرونز والتقرح وحنتكلم عليها عامله اعراض في الاسنان واللثه. هنا نقص هذا الحديد ممكن يجي على شكل أعراض طبعاً في اللسان نفسه، أحياناً التضخم الجلوسايتس الاتروفيك جلوسايتس في الشفايف نفسها ممكن تجي بعض الأعراض. فيمكن هنا تكون العلاقة موجودة بين تقرحات جدار المعدة وبين الأسنان والمتعد. جميل. لا بس عشان أوضح إيش هو الأتروفيك جلوسايتس، اللي هو إنه اللسان يصير أملس كده وأحمر، يعني ما عاد نشوف إنه في النتوءات هذه اللي هي اللي نتذوق بها، يكون كده أحمر ويحرق، يصير في حرق، يعني المريض يبدأ يشتكي من حرقان وفي كل الفم وفي اللسان، فهذه هي اللي نسميها. بقيت الصورة عندي. أيوة. فهذه كثير برضو يجوا مرضى بيعانوا منها الحقيقة. كمان نفس إحنا بالنسبة لنا يعني في تخصص اللثة بالذات يعني الأبحاث لقت إنه الجرثومة المعدة هذه الإتش بايلوري موجودة في يعني الجيوب الفموية اللي إحنا بنقول كل سن في جيوب حوالينه، فلقوا إنه هذه البكتيريا موجودة، فبالذات مع الناس اللي عندهم التهاب لثة بتكتر، لأنه هي دائماً الجرام نيجاتيف بكتيريا دائماً البريوديزيز أو الالتهابات اللثة بتكون هذه البكتيريا اللي هي قوية عنيفة، فجرثومة المعدة واحدة من هذه البكتيريا بتكون موجودة في هذه الجيوب. فعشان كده نرجع تاني مرة لنقطة إنه بالنسبة للعلاج، أول شيء قلنا دكتور وحنربط كيف إنه المفروض يكون العلاج متكامل ما بين طبيب الأسنان وما بين طبيب جهاز الهضمي. أكيد زي ما تفضلتي، يعني أنا يمكن الأبحاث يمكن بالنسبة لنا إحنا لأنه ما نشوفها كثير في الجهاز الهضمي، بس الآن صار الواحد يطلع عليها شوية حقة الأسنان، اللي هي وجود الجرثومة في الأورال كافيتي وما هي أهمية هذا التنظيف أو هذا الاهتمام بهذا الأورال كافيتي بعدين كجزء من علاج هذه الجرثومة. أنا حأعطيها مضاداتها الحيوية، أنا حأعطيها أدويتها اللي هي مضاد مثلاً مع أدوية المعدة مع بكتيريا نافعة مع 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 الكورس حقها ثلاثي أو رباعي إلى آخره. لكن مهم أيضاً هي كيف تجي، يعني هي أصلاً بتجي من عدم نظافة، إحنا نقول أحياناً أكل ما تغسل كويس، مدري إيش، هي موجودة أصلاً في هذه الأسنان ما تنظفت كويس. يعني الاهتمام بالنظافة سواء في غسل أكلك ولا في غسل فمك ولا حتى في الاهتمام بنفسك بعد كده أكيد سيكون عامل مساعد في التخلص منها وفي عدم تكرارها مستقبلا. فعلا فإحنا يعني بالنسبة يعني حتى الآن الأبحاث بتشير إنه إذا كان عندك التهاب في اللثة بالعكس أول حاجة نظف، لأنه المشكلة في الجير عندنا إنه أنتوا لما بتعطوا المضادات الحيوية، هي علاجة الجرثومة حتدوا مضاد حيوي صح ولا لا؟ المضاد للأسف الشديد ما بيشتغل على الجير، الجير عندنا يعني كده زي الصبة نقول إنه حتى المضاد ما يقدر يوصل لدي البكتيريا، فعشان كده بننصح إنه الواحد يعمل تنظيف يشيل كل الجير يشيل البكتيريا، وبعد كده يروح عندكم يبدأ الكورس حقه، فالكورس يقدر يوصل لكل المنطقة، فبالتالي مو إنه في مكان جاء وصله للمضاد وفي مكان لا، ويرجع المريض ممكن في احتمالية إنه يصاب تاني مرة بهذه الجرثومة اللي لسه يعني جادسة. فيعني صراحة يعني كونكشنز رهيبة، يعني سبحان الله مليان يعني. مليان حقيقة مليان، يعني نرجع دائما نقول هو في الأخير هو إنسان واحد. فماني فاكرة أنتوا زمان كان عندكم في الأسنان العلاقة برضو بين هذه وبين الإنفكتيف إندوكاردايتس أو التهابات غشاء القلب. It's the same thing. هي بكتيريا أنت لو سبتها في مكان ما ممكن تروح لمكان آخر في الجسم، لا نقاش في ذلك. عفوا دكتور.
ما بقول لك كانت العلاقه بين التهاب القلب حق انفكتيف اندوكاردايتس وهذا. ايوه مظبوط والله سبحان الله. يعني طيب بالنسبه لحكايه، بس بعقب على يعني زعلت انه الدكاتره درسنا اكثر ناس بيوصفوا بروح وكذا. لا يعني احنا المفروض اول سؤال يتسال المريض قبل ما يتعاطى المسكن، هل انت بتعاني من ارتجاع، من قرحه، عندك الام في المعده، عندك اي مشكله في المعده؟ فبالتالي نستبعد الايبوبروفين ولا الانسيدز، هذه نستبعدها ونعطي فيه مسكنات تانية. يعني ممكن نعطي نزود البنادول، نزود حق البنادول اكسترا، او يعني في عندنا كثير انواع الان موجوده والحمد، وفي الان يعني انواع من الانسيدز يعني ما ادري زي النابروكسين ودي الان جديد، انها ما تكون تاثر على فعلا المعده. فالان يعني في موجود، او انه مثلا نتاكد انه المريض فعلا، في ناس بياخذوا الامبرازول هذه اللي هي وبياخذوها وبيقولوا كذا. اظن هو هذا التواصل او معرفه من جد انت فعلا انسان عندك قرحه سابقه، هل انت انسان نزفت زمان، عملت منظار، يعني هذه الاسئله يمكن حتفرق. انا بالنسبه لي اساله طب انت ايش مشكلتك في الاسنان اصلا؟ يعني واحد لما يقول لي والله انا يعني صحيح ما نفهم احنا كثير لما شال عصب او ما شال عصب او عنده خراجه وهذا، بس على الاقل حيقول لي دكتور الاسنان ما هي اهميه مثلا المضاد او ما هي اهميه المسكن عند هذا الانسان، غير لما نادي واحد مسكن مجرد لألم بسيط وممكن يوم يومين يروح ان شاء الله. فعلا جميل جميل. طيب دكتور خلينا الان ننتقل على الامراض، وصلنا خلصنا من المعده، الان ننتقل للقولون. قبل القولون في هذه الستة متر العظيمة اللي هي الأمعاء الدقيقة، هي حقيقة يمكن أهم واحدة في الجهاز الهضمي. يعني believe it or not أنا أو أي أحد تاني لو بكرة أتقص القولون، أتشال القولون ده كله لأي سبب، ممكن تعيش طبيعي، لكن أنا لو جيت شلت الستة متر هذه كلها حقت الأمعاء الدقيقة ما حد حيقدر يعيش، لأنه الأمعاء الدقيقة شوفي إحنا قلنا الفم انت كامتصاص او كهضم انت حتبدا تطلع شويه انزيمات تساعد في هضم بعض السكريات في البدايه، بعدين المريء هو بس حيوصل الاكل لغايه المعده، المعده حتبدا تقول هيا خلي عندي ساعتين ثلاثه بعض الاكل عشان خصوصا البروتينات انا ابدا اهضم فيها، لكن الهضم الحقيقي هو في الستة متر هذه اللي هي حقه الامعاء الدقيقه. وهذه الأمعاء الدقيقة مع البنكرياس مع المرارة هم المسؤولين الأكبر عن هضم هذه الدهون أو 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 إلى آخره. الأمعاء الدقيقة فيها أمراض كثير، يمكن أشهر مرضين فيها في بداية الأمعاء الدقيقة في مرض اسمه سيلياك. مرض السيلياك هو مرض حساسية أو أحد أنواع تحسسات الجلوتين. طبعا في فرق هو بين حساسيه القمح والتحسس من الجلوتين الغير سيلياكي، التفاصيل الدقيقه هذه، لكن بشكل مبسط هو انه الانسان انا وانت لو اكلنا جلوتين والجلوتين هذا هو البروتين اللي موجود في بعض انواع القمح والشعير، لو اكلنا الاهداب حقه الامعاء هذه ما تنمو. هو الامعاء عشان تهضم وعشان تمتص وعشان كذا هي ربنا خالقها باهداب، هذه الأهداب لو ما نمت وأصبحت فلات أصبحت كده ما فيها امتصاص يقل الامتصاص عند هذا الإنسان. عشان كده مرضى السيلياك ممكن يجيهم إسهال كثير، ممكن يجيهم انتفاخ كثير، ممكن يجيهم حتى ما في نقص فيها كلها في الحديد وعلى B12 ما في امتصاص، ممكن يجيهم لو هم صغار حاجة يسموها short stature ضعف في النمو، وهذا الضعف في النمو في الجسم كله، يعني حتى عندنا هنا برضو يكون في ضعف في النمو عنده في الأسنان، يعني السيلياك تأثيره على الجسم كله. فهو أحد الأمراض في الجهاز الهضمي اللي لازم دائما نفكر فيها. زمان لما كنا في كلية الطب كان يقول لك يا ابوي السيلياك هذا ما حتلاقيه إلا في إيرلندا وفي مدري فين، لكن كبرنا وشفنا وعرفنا إنه العالم تغير، اللي أنا أكله اليوم هو نفس اللي أكله مدري مين في تكساس بعد ساعة، الأسلوب الحياة أصبح تقريباً مشابه في هذا العالم، فأصبحت أمراض كثير زادت ما كانت موجودة سنة نشوفها. الآن في دراسات تقول إنه تقريباً حتى في دراسة من الرياض دكتور عبد الرحمن الجبرين عاملها إنه يمكن 1-2% من طلاب المدارس طلع عندهم نوع من أنواع تحسس الجلوتين او السيلياك، وهذه نسبة ترى تعتبر عالية ما هي قليلة لمرض كنا ما نشوفه او ما نسمع عنه.
إذن هو أحد هذه الأمراض اللي ممكن تحدث في الجهاز الهضمي، عادة يشخص لما أنا أفكر فيه وبعدين أطلب تحليل خاص له، ولو هذا التحليل مرتفع أعمل منظار أشوف فيه أهداب ولا ما فيه أهداب في هذه الأمعاء. مرضى السيلياك ممكن يحصل معهم نقص حديد بكل أعراضه اللي على الفم، نقص بي 12 بكل أعراضه اللي على الفم، ممكن يحصل عندهم اللي هو إحنا نسميها هايبوبليزيا، أو إنها ما برضو ما يكون في عندهم النمو، الديليد أصلاً التوث إربشن يحصل عندهم، يعني أشياء كثير برضو تكون مرتبطة بيننا إحنا وبين هذا الفم والأسنان واللي. فهما دكتور يعني طب المفروض إنه علاجها إنه يكون حمية أغلبها في الأكل؟ العلاج الأساسي للسيلياك هي الجلوتين فري دايت، حمية خالية من الجلوتين. وللأسف إلى هذه اللحظة هذا العلاج الوحيد المتوفر. هل هنالك أمل؟ هل هنالك دائما دراسات؟ الأمل دائما موجود، والأمل بيد الله سبحانه وتعالى دائما إنه المستقبل حيكون إن شاء الله أفضل وحيكون في أدوية. لكن حاليا نعم الجلوتين فري دايت، في ناس بعد ما يقعدوا على الجلوتين فري دايت سنة إحنا نعد لهم المنظار، أقول له تعال شوف شكل الأمعاء الحمد لله كيف صار، أصبح هنالك أهداف طبيعية، أصبح هنالك امتصاص طبيعي. جميل 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 تمام. طيب المرض اللي حنتكلم عنه الآن، في كمان أنا عندي أسئلة كتير على كرونز، فزي ما قلنا أنه توقعت كرونز عندنا منتشر جدا مرة كثير صراحة. أجين نفس الفكرة، كنا في كلية الطب يقولوا لنا ما حتشوفوا كرونز وقولون تقرحي عندكم هنا كثير، بأشوف هنا أكثر ما كنت أشوف في كندا. السيمبل أزدى، هم مرضين محطوطين تحت كده اسم واحد اسمه داء الأمعاء الالتهابي أو Inflammatory Bowel Disease IBD. هذا Inflammatory Bowel Disease أو داء الأمعاء الالتهابي هو مرض مناعي. هذا المرض يقسم إلى مرضين، مرض القولون التقرحي، ومن اسمه القولون التقرحي أي أن تقرحاته دائما في القولون. فمرض القولون التقرحي ما يروح مكان ثاني، ما يجي لا في مريء ولا في معدة ولا في فم ولا في أي مكان ثاني، هو في القولون. وبعدين في مرض أخوه اللي هو كرونز اللي احنا بنقوله، وكرونز هو تقرحات أي مكان في الجهاز الهضمي. ناو أشهر مكان هي الأمعاء الدقيقة، يعني كرونز ممكن يجي في الفم، كرونز ممكن يجي في المريء، كرونز ممكن يجي في المعدة، كرونز ممكن يجي في الاثنى عشر، لكن أشهر مكان يجي فيه كرونز هو آخر الأمعاء الدقيقة، إحنا نسميها تيرمينال إيليا، وممكن يجي معاه في القولون، فممكن يكون إيليا لوحده ولا إيليو كولونيك ولا كولونيك لوحده. فكرونز هي تقرحات في أي مكان في الجهاز الهضمي، لكن هذول المرضين مع بعض هي أمراض مناعية. هذه الأمراض المناعية لها أعراض في الجهاز الهضمي ولها أعراض خارج الجهاز الهضمي، مو بس في الجهاز الهضمي. فيمكن هذول أكثر مرضين إحنا وإنتوا كأطباء أسنان في العلاقة بيننا، وحتى إحنا ودكاترة المفاصل في العلاقة بيننا، لأنه للأسف هنالك ما يسمى extra intestinal manifestation أو أعراض خارج الجهاز الهضمي لداء الأمعاء الالتهابي. مرضى كرونز والتقرحي ممكن يجيهم مشاكل في المفاصل، ممكن يجيهم آلام في المفاصل سواء مفاصل الركب أو الظهر أو إلى آخره، ممكن يجيهم حصوات مرارة، ممكن يجيهم حصوات كلى، ممكن يجيهم تغيرات في الجلد كثيرة جدا، ممكن يجيهم تغيرات في العيون برضو حتى مشاكل، وممكن جدا يجيهم نفس هذه التقرحات تكون موجودة عندهم في الفم في اللثة، يجيهم حاجة اسمها كابل ستونينج اللي هو نفس شكل كأنه الكرونز اللي احنا نشوفه تحت المجهر، ممكن يجي عندهم في الفم تغيرات مرة كثير في الفم، قرح الفم والهذا اللي ممكن تجي. أي تغيرات زي كذا لازم أنا كطبيب أفكر أقول لا، خلي طبيب الأسنان يشوفه يقول لي هل هذه التغيرات من عنده، هل هذه ممكن تكون من عندي. هو في نفس الوقت طبيب الأسنان يقول له لا أنت يبغالك تشوف طبيب جهاز هضمي، خلينا نفكر هل هذه مشكلة داخلية، هل هذا الجهاز الهضمي فيه تقرحات سواء هي قولون تقرحي أو كرونز أو. هي فعلا دكتور هي زي ما تفضلت أنه كرونز بيجوا عندهم تسوسات، بيجي القرحة الكابل ستون تكلمت عليها، انه نقول لهم المشاهدين انه نفس من يعني الخد او الدهليز بيكون زي قشر برتقال، يعني لو جينا نبنشبهه كده انه في زي نتوءات كده يعني طالعه ونازله،
فهذه عادة مو شيء طبيعي، دائما برضو مرتبطة يعني عندنا إنه بالجهاز الهضمي، فنشوفها يكون عندهم نقص فيتامينات برضو زي يعني بيكون عندهم، ففيتامين دي فيتامينز كثيرة بتكون يعني نازلة، بيشتكوا يعني بالنسبة لي يشتكوا إنه عندهم حساسية في اللثة وآلام، ممكن عندهم كمان التهابات، فبالتالي يعني هو أي عادة إحنا دائما أي مرض مناعي سبحان الله اترفلكت عندنا بالذات اللثة مراية للجسم، أي مرض مناعي تلاقي المريض على طول يبدأ يشتكي وألم، أو إنه لو بس شوية جير كده تلاقي إنه كأنه شيء ولعت اللثة كده يبدأ دمه نزيف، مع إنه ما تشوف كده ما إنه يعني ذاك الشيء اللي عنده، بس هم طبعا عندهم تريجر مناعة ضعيفة، ففي أشياء أكبر من إنه أنا أقول بس التهاب بسيط في اللثة أو إني أنظف وأعمل يعني نعمل مثلا كل اللي في الفم، بس لازم نحول طبعا إنه المريض يبدأ يشوف يعني مختص في مختص. مظبوط مظبوط. طيب دكتور الآن هو أكمل على كرونز والتقرح، لأنه حقيقة يمكن هم أكثر شيء في علاقة موجودة. وكرونز والتقرح زي ما قلتي ممكن يجوا هم نفسهم كأعراض في الفم واللثة، ممكن يجوا هم عشان في نقص الفيتامينات، وبعدين إحنا لأنها أدوية مناعية وكلمة أو لأنها أمراض مناعية، وكلمة مناعية يعني مناعتك فوق تحت مضطربة كده، ممكن يعني فجأة تكون في أعلى صورها، فإحنا نضطر إنه نديك أدوية تنقص هذه المناعة. فبعض هذه الأدوية اللي إحنا نعطيها نعرف أن لها أعراض جانبية ممكن أيضا تظهر في الفم. يعني بعض الأشياء اللي إحنا نسويها إنه إحنا نحتاج مثلا كورتيزون في بعض حالات كرونز والتقرح، ولما أنا أدي كورتيزون مثلا فترة أو حتى ما إحنا ننصح إنك ما تطول كثير، لكن في حالات أنت بتطول، فأنت معرض أو تعرض هذا الإنسان أن يحدث عنده التهابات أخرى، لأنك بتنقص هذه المناعة، فيجيهم أحياناً فطريات حتى في الفم نفسها، ممكن يجيهم الأورال كانديدياسيس أكثر، ممكن يجيهم اللي هي الكانديدا أو غيره في الفم أكثر، ممكن يجيهم أي التهاب. إذا دائماً أنا كطبيب أفكر فيها، هل هذه مشكلة المرض بحد ذاته، ولا هذه نقص في الفيتامينات، ولا هذه فعلاً مشكلة الأدوية اللي أنا بعطيها. كرونز والقولون التقرح يجوا بأشكال يمكن مختلفة، عشان احنا او كمريض انت لما تفكر فيها تقول هل عندي ما عندي. انا احنا ما نبغى كمان الواحد يخرج من الحلقه هذه يوسوس ويقول انا عندي مشاكل، لا، انا دائما خذ راي الطبيب. لكن القولون التقرحي لانه في القولون اغلب حالاته تجي باسهال مدمن، يعني اسهال بدم. كرونز على حسب مكانه، كرونز ممكن يجي بألم، ممكن يجي بدون دم، ممكن يجي كضيق في الامعاء نفسها او التصاقات في الامعاء او انسداد عفوا، ممكن يجي مشاكل فقط عند المستقيم أو عند فتحة الشرج، نواصير، خواريج، خراريج إلى آخره. إذن لازم دائماً 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 نفكر في كرونز والقولون التقرحي، خصوصاً إحنا نسميها باي مودل كده في سنين، في الصغار اللي هم أقل من 25، وبعدين في الكبار اللي هم أكبر من 65، هذول يمكن أعلى اثنين يجيهم هذه الأمراض المناعية اللي هم كرونز والقولون التقرحي. طيب هو دكتور هو يعني هم دائما بياخذوا ستيرويد طول الوقت ولا بتكون فتره معينه وخلاص؟ المفروض انه فتره معينه وخلاص، المفروض، لكنه يعني بنشوف اشياء غير كده احيانا. تمام. طيب خلينا نتكلم على، انا شايفه برضو اسئله كثير عن القولون العصبي وما ادراك ما يعني ما اعرف يعني، وشايف انه في ناس متاثرين حتى حياتهم يعني متاثره بسبب القولون، يعني كيف فعلا؟ انا دائما للناس القولون العصبي والمعده العصبيه اللي قلناها فوق، وهذول يمكن اكثر مرضين مظلومين بالنسبه لي انا. شوفي، مع انه يمكن 20% من الناس عندهم المشكله، يعني احنا نتكلم على شيء نادر، مستحيل تروحي اي مكان كلاس في خارجة وما يكون معاك اللي قاعدين واحد على الأقل عنده قولون عصبي. واحد في كل عائلة حتلاقي واحد بين كل 4 إلى 5. الدراسات تقول إنه إذا في المجتمع هو 15 إلى 20%، فهو في خلينا نقول في الأطباء أو في طلاب الطب هو يصل إلى 42%. right؟ ليه؟ لأن هذه الأمراض هي الوظيفية اللي تكلمنا عليها أول. هذه الأمراض الوظيفية هي لها علاقة بتغذيتك ولها علاقة بتوتراتك. إذا أنت إنسان ما عندك تنظيم في غذائك،
أو إذا أنت إنسان اليوم تفطر بكرة ما تفطر بعده يتغدى وبعدين هذا عنده شفتات وهذا عنده مدري إيش ولخبط في وضعه، ما في هذا التنظيم. وفي نفس الوقت أنت إنسان عندك توترات وضغوطات حياة وطول الوقت تفكر وتوسوس وإلى آخره، فأنت معرض أكثر من غيرك أنه يجيك هذه الأمراض الوظيفية. هل هنالك أسباب أخرى لسه يتم دراساتها؟ طبعاً بكتيريا التوازن، بكتيريا الأمعاء، البكتيريا النافعة، البكتيريا الضارة، إنه الواحد يأخذ مضادات حيوية هو صغير، إنه الواحد يجي له قنزلات معوية كثير، هذه كلها أسباب ممكن تؤدي. الناتج النهائي إنه يصير عندهم في الأخير هذا القولون العصبي أو هذه المعدة العصبية. وعشان أفرق بينهم، القولون العصبي أعراضه كلها تحت، أنا أقول لهم فكروا فيها كأنها الصرة فما تحتها. فإذا كان هنالك ألم، هذا الألم ما يصحيك من النوم، لكنه ألم يخليك يمكن ما تنام من شدته، بس إذا نمت ما تصحى بسببه. إذا هذا الألم يروح بعد ما أنت تتبرز، لأن المشكلة مشكلة تقلص، وهذا الألم مصحوب معاه إمساك أو إسهال، بمعنى ممكن نفس الشخص يقول لك أبوي أمس إمساك اليوم إسهال، أنا اليوم كده وبعده كده، أو أنه يميل أكثر للإمساك أو يميل أكثر للإسهال، مع نفخات، مع غازات، مع مخاط في براز، يجيني يقول لي والله أنا شايف الأكل زي ما هو بينزل. هذه الأعراض كلها تحت، أنا أفكر ترى في قولون عصبي، وطبعاً أفكر في باقي أمراض القولون، تقرح الكرونز وغيره، بس مخي قاعد يقول لي ترى يبدو أن هذا قولون عصبي. نفس هدول 50% منهم أيضاً ممكن يجي معاهم اللي فوق قلنا عليه المعدة العصبية، اللي هو نفس أعراض المعدة حقت عسر الهضم والتجشؤ وإلى آخره والغثيان والاستفراغ و و و بدون وجود القرح. فتلاقي نفس الإنسان عنده قولون عصبي أو عنده معدة عصبية. هدول المشكلة إنه لأنها أمراض وظيفية، ولأنه إحنا في كليات الطب يمكن أغلب تدريسنا على الأمراض، خلينا نقول اللي هي المناعية والأورام وهذا كله، فيمكن ما ناخذ وقت طويل، وهذا يعني في هذه الأمراض الوظيفية اللي هي أهم حاجة في علاجها هي هذه النقاشات وفهم المرض العربي، إنه طبيبك يكون عنده القدرة إنه يقعد معك ويشرح لك المرض جيدا، وإنك أنت تفهم المرض، هو هذا أول طريقة في علاج هذا القولون العصبي والمعدة العصبية. المشكلة إنه على مدار السنين هذه كلها مساكين أتعودوا إنه يتقال لهم لا والله هذا في راسك، لا والله هذا كله نفسية، لا والله. يعني لما أنت تكلم إنسان بيعاني بألم بهذه الشدة بهذه الطريقة، أنت أكيد ما حتتوقع منه إنه يتحسن، يعني أنت بتزيد الطين بلة بدل ما أنت تفيد. فهو لا نقاش إنها من أشهر الأمراض اللي موجودة عندنا، حقيقة علاجها يعتمد على هذه الثقة اللي بين الطبيب والمريض، يعتمد على الأدوية أحياناً، على التغذية بشكل كبير جداً، وعلى التوتر أكثر وأكثر وأكثر واحد فيهم كله. طب دكتور، إذا الواحد يعني شايفه في عندي طلاب، يعني الآن بيسأل طلاب طب وواضح إنه عندهم توتر، كيف نحس من التوتر؟ يعني إيش حنعطيهم مساكين؟ أجين، أولاً التشخيص، لأنه كمان أنت ما تبغى تكون اللي كل واحد يجيك تقوم تقول له خلاص قولون عصبي يروح، فأولاً التأكد أنه فعلاً قولون عصبي، وترى يعني ما هو بالسهولة هذه، يعني لازم أنت تكون عامل كل هذا عشان تتأكد. بعدين بعد ما أنت شخصته واقتنعت وجربت معاه بعض الأدوية وشفت دور مثلاً البكتيريا النافعة وشفت مثلاً حمية اسمها لوفود ماب ممكن تستخدمه ولا، هناك بعض الدراسات على أشياء تخفف التوتر، مثل طريقة تنفس معينة تسمى التنفس البطني، مثل أحياناً اليوغا، مثل أحياناً يا أخي أنا لما أبغى أروح وأقعد وأعمل هيبنوثيرابي يسموه gut directed hypnotherapy، مثلاً ترويم مغناطيسي البطن. يعني يمكن أشياء لسه ما عليها دراسات كافية، لكن هناك بعض الدراسات إنه هذه قد تساهم في تحسن توتر هذا الإنسان، فبالتالي تتحسن أعراضه. ناو هي ما هي سحر، يعني أنت ما حتصحى تقول والله أنا اليوم إن شاء الله خلاص ما حصير إنسان متوتر بعد كده، هي حاجة حتشتغل عليها يوم واثنين وعشرة وشهور، زي ما للأسف تعبك لمدة يوم وعشرة وشهور سبب هذه المشكلة أصلا. كنت ما في حبوب الآن تهدي أحياناً من الرطب الباول هذا؟ هل في حالات أحتاج معها أنا إني أستخدم مثلاً SSRIs اللي هي أدوية نفسية أو أدوية تهدي أعصاب؟ طبعاً. هل في حالات
يعني لازم استخدم هذه الادويه؟ نعم، بس كمان مو الحل انه كل واحد من اول خطوه. نفس فكره يا اخي، مو الحل لكل واحد مثلا عنده زياده في الوزن اني اقول له السلام عليكم روح اعمل عمليه وزن. لا، انت لازم تعمل حميه ولازم تعمل رياضه ولازم ولازم ولازم. اذا لم ينفع هذا كله ساعتها انا افكر اذا هذه الادويه تناسب او لا. جميل جميل جميل. طيب احنا كم بشوف الوقت عشان اخذ الاسئله. صراحه في عندنا اسئله كثير. 14. طيب خليني بس اشوف. طيب في احد بيقول انه انا عاني من الجرثومه والدكتور وصف لي مضادات وما اخذتها، خايفه من المضادات وخفت تجيني القرحه. احنا يعني تكلم الدكتور عنها انه، بس خليني اقول لك ترى لانه هذه شويه مشهوره الفكره انه انا خايفه من المضادات. انا ترى فتحت في تيك توك وفي انستغرام وقالوا لي انت لو اخذتي الوصفه دي البكتيريا النافعه بدون مضادات سيذهب كل شيء وستتحسنين من الالف الى الياء. وهذا ترى سهل جدا اني اعمل فيديو يجي له مليون مشاهده، يعني والله مره سهل. لكن الواحد ما يبغى يسوي كده لأنه عارف إنه فيها صحة ناس، لأنه عارف إنه أنا ما بفتي عليك. جرثومة المعدة إلى هذا اليوم، هذا التاريخ، إحنا كم اليوم 22 يناير 2022، علاجها الأساسي معتمد على المضادات الحيوية سواء العلاج الثلاثي أو الرباعي. نعم هنالك دراسات للبكتيريا النافعة بالمساهمة، نعم هنالك دراسات لبعض الأغذية اللبن الثوم إلى آخره كمساهمة، لكن العلاج الأساسي يجب دائما أن يبدأ من هذه المضادات. لازم نأخذ المضادات. طيب في أحد بيشتكي بيقول إنه لسه عنده جرد رغم إنه بياخذ البروتون بام إنهبيتر، يعني بياخذ مضادات الحموضة ولسه بيعاني. وقتها نفضل عمل منظار معدة، هذه ما فيها لفظ دورة. طيب هل ارتجاع المريء يسبب التهابات في حلق مستمرة؟ تكلمنا. نعم. نعم يصير. حتى احيانا يعني ما اني احس انه الواحد يحس انه مو قادر يبلع، يعني يحس انه ايوه يعني يحس كانه اللقمه هنا، تمام. أيوة. هو يكون ما هو اكل اصلا. انا جيت الدكتور. الله يسلمك. تمام. طيب دو تشيلدرن كان هاف ا جيرد اند كوز ا باد بريث. التشيلدرن حد الاطفال ممكن برضو يكون عندهم ارتجاع في المريء. بالعكس ايوه، ترى الأطفال خصوصاً في أول سنتين ثلاثة يجيهم ارتجاع مرة كتير، وبعدين وقولون عصبي سن 5 لغاية 15 هذا عزه. لأنه ليه ترى يعني هم اللي طالع حكاية البولينج والتوترات اللي بيمروا فيها في المدرسة، وهذا كله هذا كله توترات ترى بيمر فيها. يعني إحنا نستصغرها أحياناً نقول إيش عنده هذا مسكين 9 سنين، إيش عنده، إيش شاف في حياته؟ لا والله شاف مسكين. طيب أنا مريضة كرونز القولون تقرحي، وش أحمي يعني إنه كيف تقدر تحمي نفسها؟ يعني هي علاجات زي ما ذكرت دكتور صح؟ لها أدوية. مهم تسألي طبيبك متى منظارك. بعد مرور 8 إلى 10 سنين من التشخيص لازم يكون في منظار كل سنة إلى سنتين. طيب what's the relation between H. pylori and the GERD؟ لقد سألت عن عظيم فبلاش. It's very complicated relation. طيب في دراسات تقول إنه لو عالجنا H. pylori جرثومة المعدة ممكن نزود الحموضة، وهو المنطق لأنه أنا بعطي مضادات ممكن المضادات تزود الحموضة، لكنه على حسب الحالة اللي قدامي. إذا أنا شايف إنه في قرحة بسبب الجرثومة فأكيد حعالجها حتى لو جاني ارتجاع. تمام. Is the heartburn a risk factor for peptic ulcer؟ لا، هو عرض، فهو ممكن يكون عرض كارتجاع أو كبيبتيك ألسر. تمام. هذا سؤال غريب. What are the effect of proton pump inhibitor and H blocker on the mental health? There is no studies. طيب حاليا تربط بين المينتال هيلث والبي بي اي. في دراسة واحدة ضعيفة جدا على الديمنشيا أو الزهايمر أو الخرف أو النسيان، إنه يمكن له علاقة مع البي بي آي، لكنه حقيقة الدراسة جدا ضعيفة والجمعية الأمريكية قالت ما هو صحيح. أحتاج جراحة درس عقل تحت اللثة وأنا مريض كرونز وخايف ما يلتئم الجرح، هل في أطباء متخصصين؟ طيب زي ما ذكرنا إنه أي أحد طبيب كرونز لازم أول حاجة يتأكد من الدكتور يعني إنه الأدوية اللي بياخدها، بالذات إذا كان بياخد ستيرويد ولا بياخد كورتيزون،
انه احيانا نضطر انه يا يزود يعني كيف على حسب المده اللي بياخذها وعلى حسب قد ايش الكميه اللي بياخذها. فما نبغى انه المريض لانه اوريدي المناعه بتكون واطيه فالتئام الجرح وكذا، فهذه لازم اول شيء انه يجيب لنا تقرير من عند الدكتور. فبالتالي الدكتور الجراح يقدر انه يتدخل. يفضل لو انه كان مثلا حتى في مستشفى او كذا، بحيث انه كل الطاقم يكون موجود ويتأكدوا من كل التحاليل مع بعض. على سيرة هذا الموضوع، عشان لا قبل ما نكمل الأسئلة، لأنه العضو الوحيد أو أكثر عضو أنا أحبه فيهم ما أبغى أنسى الكبد، بس حقول عليه كلمتين. طيب، العلاقة في الكبد بين أطباء الأسنان وبين أطباء الكبد مهمة في حاجتين. مهم إنه المريض نفسه، إذا أنت عارف إنه أنت عندك فيروس الكبد بي وعندك فيروس الكبد سي، مهم إنك تقول لطبيب الأسنان حقك عشان لا تظلم نفسك ولا تظلم المرضى اللي بعدك أو قبلك. التعقيم هنا مهم جدا عشان نعرف. مهم إنه إذا أنت مريض عندك تليف كبد، أعرف التليف هذا متقدم إلى أي درجة، هل هو مؤثر على سيولة الدم أو لا. أعمل لك أنا تحليل اختبار الآين آر والصفائح حق سيولة الدم عشان لا تروح لطبيب الأسنان وتنزف أكثر من غيرك وإنت ما أنت رابط بين الاثنين. هنا في عملية بيعملها هذا الطبيب، إذا أنت معرض للنزيف زيك زي أي أحد ثاني. لكن إذا أنت مثلاً الآين آر حقك أو تخثر الدم عالي 5 مثلاً، أنا حقول لك بلاش الآن تعملها. مهم قبل زراعة الكبد أني أرسل مثلاً مريضي إلى طبيب الأسنان طبعاً عشان أشوف هذه كلها وأتأكد أنه من عدم وجود تسوسات، لأنه أنا حدي أدوية تنقص مناعة، أنا ما أبغى مشاكل بعد كده. نرجع ونقول العلاقة بيننا وبينكم علاقة أبدية بإذن الله. صعب إحنا كلنا. تمام، جميل والله. الله يسعدك دكتور. طيب، you talk about IBS. أيوة، already تكلمنا عن IBS اللي هي إذا كان يكبر the bowel disease. طيب، does the PPI increase the risk for H. pylori infections? يعني no. It increases the risk for C. diff infection but not H. pylori. طيب، أكل حب أكل حبوب مثبطة مع تحمي، ما يفهم السؤال. طيب، ما يفهم السؤال. طيب، antibiotic for H. pylori can worsen the gastritis. نفس السؤال الأول. Can worsen the GERD أحيانا بس مو the gastritis، هو التهاب المعدة هو علاجها الانتيبيوتيك. طيب، هل كرونز أو القولون التقرحي يسببوا تناوب بين الإمساك والإسهال؟ حتى كرونز برضو ولا بس إسهال يكون؟ لا، ممكن مرضى كرونز يجيهم. أبغى أقول لك مشكلة كرونز إنه على حسب هو فين. كرونز صعب شوية في التشخيص، لأنه لو أنت في المستقيم أعراضك غير، لو أنت فوق أعراضك غير. هل شفنا مرضى كرونز بإسهال دم؟ نعم. هل شفنا مرضى كرونز فقط بإمساك؟ نعم. هل شفنا بألم في البطن فقط؟ نعم. كرونز من الأمراض اللي لازم تفكر فيها عشان تشخصها. يا أشياء كتير. تمام. طيب، طبعا الحميه لارتجاع المريء والتهاب المعده اوريدي الدكتوره اتكلم عليها، نبتعد عن الشوكولاته، الكافيين، النعناع، هذه كلها، الثوم، الاشياء اللي ممكن تزود. طيب، ايش علاقه التجشؤ بجرثومه المعده؟ اي مشكله في المعده سواء هي جرثومه او التهاب او تقرح، احنا نسمي اعراضها ديسبكسيا. فهذول الناس يجيهم تجشؤ، يجيهم عسر هضم، يجيهم غثيان، يجيهم نغزات في الصدر، الام بعد الاكل، الام وقت الجوع، هذه كلها على بعضها كده اسمها اعراض المعده، وكل امراض المعده تسببها. تمام. طيب، اسال الدكتور اذا سمح الوقت اني اخذ عنده قولون تقرحي واستخدم فيدو ليزوماب اوكي وغيره لانفلكسيماب الميديكيشن ما نفع برضه، ايش الافضل؟ لانه هو بيستخدم بريدنيزولون لفتره. لما تكون الحاله معقده زي كذا، الف سلام عليك، لازم نقعد، لازم نشوف اخر منظار ايش كان، كم قاعد الواحد على الانفلكسيماب عشان نعرف. طيب، هذا سؤال مهم جدا، هل في شيء اسمه مطهر للقولون؟ وهل هو عشان الناس دائما، انا يعني لما موجود كله موجود. شوفي، طول الوقت اللي ما اعرف ايش ياخذوا، الشربه اللي نسميها الشربه، ولازم ننظف القولون والاشياء دي، فما اعرف الحين. هي موضوعين، كلمه مطهر قولون او مطهر امعاء هذه تعودنا عليها من واحنا صغار، انه كانوا يسموا الفلاجيل المضاد الحيوي كانوا يسموه مطهر امعاء. صراحه ما اعرف ليش، يعني ما اعرف هي كيف بدات زمان،
لكن خلاص من يوم ما تولدنا احنا كبرنا وسمعناهم هم يقولوا انطهر معاه، بس هي الكلمه مو صح، لانه هو في الاخير هو مضاد حيوي. صحيح انه مضاد اكثر يمكن للفطريات او مضاد لنوع من البكتيريا انايروبس اكثر، لكنه يظل مضاد حيوي. هذا موضوع، وبعدين موضوع غسيل القولون او تنظيف القولون او الديتوكس هذا موضوع ثاني، هذا يبغى له جلسه يوم كامل. بس انا حقول كلمه واحده عليه، احنا قبل ما نعمل لك منظار قولون اي طبيب جهاز هضمي يديك يوم كامل مسكين انت تصوم ما تاكل ولا شيء وتقعد على سوائل طول اليوم ونديك ملينات ما تخرج من الحمام وانت طول الوقت في الحمام، كل دالي عشان نجي ونشوف بعيوننا قولون نظيف ثاني يوم ونخش وقولونك أنظف منه ما في، بس ما تعالج المرض. لأنه أنا لما أخرج لك البراز كده، لما أديك الوصفة السحرية هذه حقة الملين عشان أنا أنظفه يوم واحد ولا يومين، أنا ما بعالج مرض، أنا بس فاهمني خرجت لك البراز يومتها الله يعزك. لكن لو أنت من جد تبى تضبط الوضع يصبح أسلوب حياتك مستمر، ما تروح تاخذ لي عصير 3 ايام وتقول لي هو ده اللي حينظف القولون ويشيل الامراض، لا، يصبح غذائك كله غذاء مائل لهذه الالياف والخضار والفواكه، تقل عندك المنتجات الحيوانيه واللحم والى اخره، رياضتك تزيد، عود قولونك انه هو يصير صحي، مو خلاص لقيت البوست حق انستغرام اللي حاطاه اللي عندها 700,000 فولور مثلا يومتها وعليه 50 لايك واقوم اخذ المنتج، نو no. ممكن كمان الاعشاب دكتور مو كل شيء، يعني زي الان النعناع الناس يقول لك لما تيجي تدخل وتدور تلاقي انه النعناع يقول لك ايوه للقرحه المعده، بالعكس لا، النعناع ممكن يسبب مشكله وارتخاء، يعني لو انت ارتجاع اكيد حيزود لك الارتجاع. الكركم والزنجبيل هذه الاشياء حاره، يعني مو كل حاجه في اشياء الكركم لانه هو موضه مع كوفيد الايام هذه رايت. الكركم حقيقه له بعض الدراسات انه يفيد في القولون التقرحي، تمام. الكركم له بعض الدراسات انه على كميات صغيره ممكن يفيد في تقلصات القولون والغازات، لكن الكركم انا عندي دراسات انه لو انت قعدت عليه 3-4 شهور، مو بس دراسات انا عندي حالات، انزيمات الكبد ترتفع. فانت مهم تعرف انت ايش بتاخذ وتسال دكتورك انه هو انا ينفع اخذه ولا لا حسب حالك. فعلا تمام. حتى المضادات الحيويه يعني احنا مثلا في كثير دكاتره عشان رائحه الفم يوصفوا مثلا زي ما قلنا فلاجيل ولا مترونيزول، لا ما ينفع، انه العلاج ما هو كده، احنا لازم نشوف السبب ايش هو، نتاكد من تشخيصه وديك الساعه انه يعني نعرف نعطي ايش ليش بالضبط اعطينا هذا الميديكيشن او الدواء هذا، فما ينفع كده. القرارات الصحيه اللي تمت في المملكه هي عدم اعطاء مضاد بدون وصفه. ترى ما تتخيل قد إيش إحنا قتلنا بكتيريا نافعة في حياتنا من يوم ما تولد. كان الواحد يكح يدول مضاد، كان الواحد، وهذه ترى ما هي مسؤولية المرضى فقط، هذه مسؤولية الأطباء ومسؤولية المرضى. كان هنالك فعلا في عندنا إلى حد ما قلة فهم للطريقة اللي يجب أن نستخدم بها هذا الشيء. دقيقة دكتور، أنا أحب أشكرك اليوم، يعني الحلقة جدا جميلة. أهم شيء أخرج إنه قديش العلاقة بين يعني طبيب الأسنان وطبيب الجهاز الهضمي علاقة وثيقة جدا. حاولوا إنكم أنتوا مو بس يعني عرض، فكروا إذا في أي حاجة. الدكاترة إن شاء الله إنهم هم كمان استفادوا إنهم يوجهوا المريض، ويصير في دائما تعاون، لأنه زي ما قلنا كلها مرتبطة البعض. تفضل دكتور، يمكن في الدقيقة دي إذا قطع. وأقولها تاني، هي البوابة، هي البوابة التي يبدأ منها الهضم، هي البوابة التي تبدأ منها أشياء كثيرة، الأسنان، لثتك، صحة فمك. إذا هي صح بإذن واحد أحد، وحافظت على أكلك، حافظت على غذائك، حافظت على رياضتك، باقي صحة جهازك الهضمي ستكون جيدة. إحنا كأطباء لازم دائما نفكر في المريض كمريض وليس كعضو واحد قاعد محله كده نعالجه وخلاص. شكرا، شكرا جزيلا لك دكتور، الله يديك العافية يا رب. الله يسعدكم يا رب. احنا انتهى البث صح ولا لا؟ استاذ صالحة؟ لا، في 103 اشخاص قاعدين اسلم عليهم كلهم. صراحة في اسئلة مرة كثير، بس انه يعني حاولنا قدر الامكان انه ايش بالعافية يا رب. الله يعني مر عليها، يعني استمتعت بإني أكون معكم. لا وإحنا أسعد، والله إحنا أسعد دكتور، يعني جميل جدا صراحة كان اللقاء، إن شاء الله يكون كل استفاد.
نطمح إن شاء الله لسه في كثير يعني، حكاية الكبد، حكاية البنكرياس، حكاية هذه كلها لها كمان يعني صلة كبيرة، فإن شاء الله يعني في المستقبل بإذن الله نتكلم عنها كمان إن شاء الله يا رب. شكراً دكتور، الله يحفظك يا رب. الله يخليك يا رب، الله يخليك. سامحونا على الأسئلة إن شاء الله يا رب، إذا هذا ممكن تتواصلوا نتواصل مع بعض والدكتور إن شاء الله، ونجاوب على كل أسئلتكم. ألقاكم إن شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.